الظهيرة من الميادين والبداية مع العناوين. المرشد خامنئي يؤم المصلين في طهران للمرة الأولى منذ 8 سنوات، ويجدد تأكيد ضرورة خروج الأمريكيين من المنطقة، ويدعو دولها إلى التعاون والوحدة. الجيش الأمريكي يقر بجرح جنود له في قاعدة عين الأسد، وفضيحة في نيويورك تايمز بعد ظهور تلاعب بتاريخ الفيديو المزعوم بشأن استهداف الطائرة. وزارة الخزانة البريطانية تعلن إدراج حزب الله في لبنان بكل مؤسساته تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية. القوات المسلحة العراقية تؤكد أن الجيش الأمريكي لم يحصل على موافقة من الجانب العراقي لاستئناف عملياته في البلاد. شهداء وجرحى من جراء قصف هيئة تحرير الشام حيي جمعية الزهراء وسكر غرب مدينة حلب. جرحى في اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين في باحات الأقصى، والميادين تحصل على صور مسربة تظهر آثار تعذيب الأسير وليد حناتشة. مساء الخير. أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي أن إيران وجهت صفعة إلى هيبة أمريكا واستكبارها بصواريخ الحرس الثوري التي ضربت القاعدة الأمريكية. وخلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مصلى طهران للمرة الأولى منذ 8 أعوام، قال خامنئي إن اليوم الذي استهدفت فيه صواريخ حرس الثورة القاعدة الأمريكية هو أحد أيام الله، مشيرا إلى أن الشهيد سليماني كان من أقوى القادة في مكافحة الإرهاب. المرشد الذي وصف فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالتابعة لأمريكا توجه إليها بالقول: لا يمكنكم تركيع إيران كما لم تستطع أمريكا، مضيفا أنه لا يمكن الوثوق بالأطراف الأوروبيين الثلاثة في الاتفاق النووي، كما جدد تأكيد ضرورة خروج الأمريكيين من المنطقة داعيا دولها إلى التعاون والوحدة. في هذه الأيام استشهد قائد إيراني كبير وشجاع ومجاهد عراقي طاطح بروح التضحية والإخلاص بأذرع عسكرية أمريكية وبأمر الرئيس الإرهابي الأمريكي. هذه الجريمة لم ترتكب في ميدان المواجهة، بل جرت بصورة جبانة لئيمة. الحرس الإيراني دك بضربة متقابلة أولية صاروخية القاعدة الأمريكية وسحق أبهة وغطرسة تلك الدولة الظالمة المتكبرة، ويبقى جزاؤها الأساس وهو خروجها من المنطقة. المرشد خامنئي أشار إلى تعرض الشعبين الإيراني والعراقي لمحاولة بث الفتنة بينهما، واصفا ما جرى بالضخ الإعلامي الشيطاني الذي جرى إفشاله. إن مساعي مغرضة هائلة بذلت لخلق نظرة سلبية بين الشعبين الإيراني والعراقي. لقد أنفقت أموال ضخمة وجند أفراد لا يشعرون بالمسؤولية في إيران ضد الشعب العراقي، والساحة العراقية شهدت ضخا إعلاميا شيطانيا ضد الشعب الإيراني. غير أن هذه الشهادة الكبرى قد أحبطت كل هذه المساعي الشيطانية والوساوس الخبيثة. المرشد خامنئي أشار إلى تعرض الشعبين الإيراني والعراقي لمحاولة بث الفتنة، واصفا إذن ما حدث بالضخ الإعلامي الشيطاني الذي جرى إفشاله. كذلك دعا المرشد خامنئي إلى التحرر من الهيمنة الأمريكية والسعي إلى تحرير فلسطين، كما شدد على ضرورة إزالة عوامل التفرقة بين شعوب المنطقة وعلى الاتحاد بينها لوقف نهب ثروات بلدانها.
الاغتيال الصريح لأبي مهدي القائد الشجاع للحشد الشعبي وقائد الحرس الكبير سليماني نماذج نادرة لهذه الفتن في العراق. هؤلاء يريدون أن يحققوا أهدافهم الخبيثة في العراق عن طريق إثارة الفتن والحروب الداخلية، وبالتالي تقسيم العراق وحذف القوى المؤمنة والمناضلة والمجاهدة الوطنية. وكنموذج لوقاحتهم، فإنهم إذ يلوحون بأنهم حماة الديمقراطية يصرحون بكل وقاحة وصلافة بعد أن صادق برلمان العراق على إخراجهم أنهم جاءوا إلى العراق ليبقوا فيه ولن يغادروه. مصير المنطقة يتوقف على التحرر من الهيمنة الاستكبارية الأمريكية وتحرير فلسطين من سيطرة الصهاينة الأجانب إن شاء الله. كل الشعوب تتحمل مسؤولية الوصول إلى تحقيق هذا الهدف. على العالم الإسلامي أن يزيل عوامل التفرقة والتلاهم بين قوانا العسكرية. سيبعد المنطقة كلها من الحروب والعدوان، والارتباط بين أسواقنا سيحرر اقتصاد بلداننا من سيطرة الشركات الناهبة. أعداؤنا وأعداؤكم يريدون أن يحققوا تقدمهم الاقتصادي على حساب ثروات بلداننا. ومع انتهاء صلاة الجمعة انطلقت في شوارع طهران ومدن إيرانية مسيرات داعمة للقيادة ومناهضة للولايات المتحدة ورافضة للتدخلات الأجنبية. بعدما نفى إصابة أي من أفراده، أقر الجيش الأمريكي بأن 11 من جنوده يعالجون بسبب أعراض ارتجاج إثر الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد. وفي بيان قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربن إن أشخاصا متعددين عولجوا من أعراض الارتجاج الناتجة من انفجار الصواريخ، وكتدبير احتياطي نقل بعض أعضاء الخدمة إلى المنشآت الأمريكية في ألمانيا أو الكويت لمتابعة الفحوص. انتشر فيديو يظهر تلاعبا واضحا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بتاريخ فيديو قالت إنه لاستهداف الطائرة الأوكرانية بصاروخين. الفيديو اعتمدت عليه الصحيفة لسد ثغرة 30 ثانية التي غابت فيها إشارة الطائرة قبل سقوطها. ولكن كما هو واضح من المشاهد في أعلى الشاشة، فإن تاريخ الفيديو يعود إلى ما قبل شهرين من الحادث. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي دعا جميع الأطراف المعنيين بحادث سقوط الطائرة الأوكرانية إلى عدم استغلال القضية ذريعة لتحقيق مطامع سياسية، وردا على الاجتماع الذي عقد في لندن بحضور الدول التي كان عدد من رعاياها بين ضحايا الحادث، جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي تعاطفه مع ذوي ضحايا الحادث، معبرا عن استغرابه لبعض التصريحات الدولية التي تستبق التحقيقات. أعلنت الخزانة البريطانية أنها صنفت حزب الله في لبنان بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيجري تجميد أصوله. وفي السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.
والآن ينضم إلينا من لندن مراسل الميادين موسى سرور. مساء الخير موسى. يعني بعد أن أدرج الجناح العسكري من قبل بريطانيا تحت ما تسميه، أهلا بك، بالمنظمة الإرهابية، اليوم بكامل المؤسسات، ما تداعيات يعني هذا الإدراج، وأيضا ما حيثيات اتخاذ هذا القرار من قبل الدولة البريطانية؟ نعم، وزير الخزانة صنف اليوم، وهذا التصنيف لا يأتي بشكل دوري إنما يحدد وفق توجيهات وزارة وزير الخزانة، صنف كامل حزب الله على أنه منظمة إرهابية، وتجميد جميع الأصول في داخل المملكة المتحدة. وفي حيثيات القرار أن كما برر في وزير الخزانة في هذا القرار بأن حزب الله نفسه لا يفصل بين الجناحين العسكري والسياسي، وبالتالي تم تصنيف الحزب على أنه منظمة إرهابية. ومن ضمن الوحدات داخل الحزب صنف أيضا، يعني شمل وذكر المجلس الجهادي لحزب الله وكل ما يرتبط به. هذا يؤشر على أن الخارجية البريطانية أو المملكة المتحدة بشكل عام تتماهى أكثر مع السياسة الخارجية الأمريكية، وهذا يؤشر أيضا على أن بريطانيا ربما قد تتخذ خطوات لاحقة في مسألة ومقاربة الأزمة في الشرق الأوسط. رأينا ذلك في الملف النووي الإيراني، والآن في استعدائها إذا صح التعبير مع منظمة حزب الله، الذي يعتبر هذا الحزب له صفة شرعية، الذي يملك صفة شرعية في لبنان باعتبار أنه له نواب في البرلمان ووزراء في الحكومة. رغم ذلك الحكومة البريطانية قررت تجميد هذا الأصول، وبالتالي ربما قد يكون لهذا القرار تداعيات على العلاقات اللبنانية البريطانية، وربما أيضا قد تؤثر على أبناء الجالية اللبنانية في بريطانيا وعموم أوروبا. نعم موسى، هل هنالك أي ردود أفعال بالداخل البريطاني، يعني انقسام تجاه هذا الموقف الذي اتخذ؟ أتحدث بالأحزاب الرئيسية، موقف الأحزاب الرئيسية. نعم، لم يصدر حتى الآن أي من موقف أي من الأحزاب الرئيسية، لكن يعلم أولا هذا القرار لا يحتاج إلى موافقة البرلمان، هذا إجراء إداري يحصل من قبل وزارة الخزانة البريطانية، وبالتالي هذا الأمر لا يحتاج إلى توافق وتصويت داخل البرلمان. ولكن في العموم الموقف حزب العمال وتحديدا زعيم حزب العمال جيرمي كوربن هو معارض لهذه السياسة الخارجية، ومعارض لمقاربة حكومة بوريس جونسون للملفات كافة في الشرق الأوسط. هو يعتقد زعيم حزب العمال أنه لابد أن يكون هناك حوار، ولابد من الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط، انسحاب العسكري تحديدا من العراق حتى يتم السلام، ومحاورة الحكومة الإيرانية. وهو أيضا يتهم جونسون بأنه أصبح تابعا للرئيس الأمريكي، وكان قد وجه في البرلمان، وجه جيرمي كوربن الكثير من الانتقادات لبوريس جونسون، خصوصا عندما استخدم أنه لابد من اعتماد سياسة ترامب أو صفقة ترامب بدلا من الصفقة التي تم التوافق عليها بين الدول المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني. شكرا جزيلا لك الزميل موسى سرور مراسل الميادين، كنت معنا من لندن. جدد محتجون في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية قطع الطرق قبل أن تعيد قوات الأمن فتحها. هذا ولم يتضح بعد إن كانت الحكومة ستبصر النور في الساعات المقبلة بعد ظهور تعقيدات يعمل الرئيس المكلف حسان الدياب على حلها. محتجون في بيروت رفضوا مسار تأليف الحكومة الجديدة، مشيرين إلى أنها لا تلبي مطلب تجنب شخصيات غير مستقلة أو شخصيات متهمة بالفساد، مطالبين بتنحية الرئيس المكلف حسان دياب. بدنا يزيع جنب حسان دياب أول شيء، عطيناه مهلة مرد على الشعب، رجع آخر شيء عملوا مثل ما بدون. نحن ما عم نصعد، نحن بعدنا بالشارع. هي تكنوكرات، بس نحن ما قلنا بس تكنوكرات، قلنا تكنوكرات مستقلين، مش بس لا حزبيين، مستقلين، لأنه فيه يكون مش منتسب بس هو مايل، هو مشغل، هو مأمور. عم يجيبوا مستشارين الوزراء السابقين يعني.
وليلة أمس استقدم الجيش اللبناني والقوى الأمنية تعزيزات إلى شارع الحمرة وسط العاصمة بيروت إثر تحطيم محتجين وجهات مصارف في الشارع. سبقت ذلك اعتصامات عديدة شهدتها بيروت رفضا للعنف الذي مارسته القوى الأمنية ضد المحتجين ورفضا للسياسات المصرفية المتبعة. ومن العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا مراسل ميادين عباس صباغ. مساء الخير عباس، سؤالي من شقين، الشق الأول الوضع الميداني في الشارع، إن كان هنالك لا يزال بعض الطرق المقطوعة رفضا لحتى تشكيل هذه الحكومة المرتقبة، وأيضا بالشق السياسي بشكل سريع، هل ذللت العقبات أمام حسان دياب بأجمعها أم لا، نحن ننتظر أيضا ساعات المزيد من الساعات وأيضا المزيد من المشاورات؟ نعم، يعني هنا المشهد في بيروت وتحديدا هنا في منطقة الرينج لم يتغير منذ ساعات الصباح الأولى، المتظاهرون لا يزالون هنا بالعشرات، يعني الآن هم يجلسون في منتصف هذا الطريق بعد أن قطعوه وركنوا السيارات، ومن ثم بات الطريق مقطوع بحكم الواقع، نرى بأن بعض السيارات قد ركنت لمنع عبور يعني العبور في هذا الشارع، يعني هي المرة الأولى الذي يقطع بالاتجاهين لهذه الفترة الطويلة، يعني لا مؤشرات بأن التحرك سينتهي بعد قليل أم أن هناك تحركات أخرى ستكون مساء هذا اليوم، يعني كان هناك يعني دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا عبر مجموعات الحراك المدني بأن تجمعا سيكون أمام مجلس النواب في وسط بيروت على بعد مئات الأمتار من هذا المكان المتواجدون فيه لتجديد يعني رفض هؤلاء المحتجين لحكومة حسان دياب المنتظرة، وبالتالي يعني قطعوا الطرق ليس فقط هنا في بيروت وأيضا في مناطق عدة من لبنان. الجيش اللبناني هو الوحيد الذي يعني يتدخل لفتح الطرق ثم يعود المتظاهرون ويغلقوها في أماكن أخرى ثم يعود الجيش لفتحها، لكن أود يعني الإشارة إلى أن القوى الأمنية تحديدا قوى الأمن الداخلي وقوة وفرقة مكافحة الشغب لم تتدخل هذا اليوم على الإطلاق في عمليات فتح الطريق ولم يعني تحاول أن تفتح أي طريق قد تم قطعه من قبل المحتجين، وأيضا لم تتواجد في وسط بيروت منذ يعني وهذه السابقة منذ 93 يوما منذ 27 أول أكتوبر الفائت عندما بدأ الحراك، كانت قوى الأمن الداخلي وتحديدا عناصر فرقة مكافحة الشغب تقوم بفتح الطريق إن كان يعني عبر التفاوض مع المحتجين أو فتحه بالقوة، لكن اليوم شاهدنا غياب كامل لهذه القوى الأمنية هي التابعة لوزارة الداخلية وعلى خلفية ما يعني صرح به إن كان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالأمس أو وزيرة الداخلية، يبدو بأن هذه يعني هذا نعم الجهاز الأمني اختار الوقوف على الحياد في هذه الفترة. أما ربطا بالحكومة يعني بشكل سريع لو سمحت، وصلنا مع المكتب الإعلامي في القصر الرئاسي قال بأن لا موعد لرئيس الحكومة المكلف في بعبدة، وبالتالي من يعني من الصعوبة في مكان أن يكون هناك إعلان لحكومة اليوم، هناك تعقيدات لا تزال تراوح مكانها والاتصالات متواصلة إلى حين حل هذه العقد وبالتالي نعم الإعلان بس عن حكومة حسان دياب. شكرا جزيلا نعم على نقل كل هذه المعطيات الميدانية وكذلك السياسية في المشهد اللبناني. الزميل عباس الصباغ مراسل الميادين كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. والآن إلى المشهد العراقي وآخر التطورات التي يشهدها، وننتقل بطبيعة الحال إلى فريق الميادين في بغداد وكالعادة مع الزميل عبد الرحمن عز الدين. مساء الخير عبد الرحمن والهواء لك. مساء الخير وفاء وشكرا لك. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء إلى هذه النافذة المباشرة من العاصمة العراقية بغداد. أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أنه لا وجود لأي طرح بشأن تشكيل الأقاليم في البلاد. الحلبوسي قال إنه كان ولا يزال وسيبقى يؤمن بوحدة العراق أرضا وشعبا وأنه سيعمل على الحفاظ عليها. بيان الحلبوسي جاء ردا على ما أشعته صفحات للتواصل الاجتماعي ووسائل إعلام بأنه ناقش مع سياسيين آخرين في قطر مشروع إقليم سني في العراق.
للمزيد من التفاصيل مشاهدينا إن كان حول هذا الموقف من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أبعد هذا الموقف وأيضا عن آخر التطورات فيما يخص الأوضاع الميدانية خاصة فيما يخص العمليات التي تخوضها القوات الأمنية العراقية مع تنظيم داعش في بعض المناطق التي لا يزال يتواجد فيها التنظيم. ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. أهلا بك عبد الله. إذن نبدأ بهذا البيان للسيد محمد الحلبوسي، أبعاده ولماذا يعني السيد الحلبوسي أصدر هذا البيان، وربما هذا أيضا تأكيد على موقف سابق كان قد أعلن عنه، وماذا عن آخر تطورات فيما يخص العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش؟ نعم عبد الرحمن، بالفعل هذا هو الموقف الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، لأن المعلومات التي أشارت لها وسائل إعلام غربية أن رئيس مجلس النواب العراقي كان في زيارة للإمارات العربية المتحدة والتقى هناك بمسؤولين أمريكيين، وكانت أجندة أعماله وفق هذه الوسائل هو بحث ملف إقامة إقليم سني عراقي بالتزامن مع التصعيد الذي تشهده محافظات وسط وجنوب العراق بالضد من الوجود الأجنبي العسكري في الأرض العراقية، وبالتزامن طبعا مع التظاهرات التي تعيشها هذه المحافظات. كان الموقف طبعا لم يكن ليصدر إلا بعد أن أشار أحد أبرز السياسيين العراقيين لاتهام رئيس مجلس النواب بأنه اشترك في التأسيس للأقاليم، وبالتالي هناك مشروع يراد البدء به هو عبارة عن إقليم سني، وأشار هذا السياسي العراقي وطبعا معه كثيرون إلى دور رئيس مجلس النواب العراقي. لذلك كانت الرسالة الأولى من رئيس مجلس النواب العراقي ربما حتى قد حملت ألفاظا قوية وقاسية في انتقاد لمن اتهمه بأنه يشترك وبأنه يشترك بالتأسيس للأقاليم أو بأي مشروع تقسيمي، وبأنه يؤمن بوحدة العراق. هو يعيد المشهد لأن الضغط الحاصل عبد الرحمن يؤكد وفق قيادات فصائلية أن الجانب الأمريكي بعد الدعوة لتظاهرات لإخراج القوات الأجنبية من العراق، وكذلك الموقف السياسي الذي صدر من مجلس النواب العراقي والذي كان قد صوت على إخراج القوات الأجنبية وخول الحكومة بذلك، قد انعكس لأن يفرض الأمريكيون أو ينتقل الأمريكيون إلى اللعب على ورقة التقسيم والفيدرالية وتفعيل هذه الورقة التي هي بالمناسبة عبد الرحمن مثبتة دستوريا، وهناك لوم لا زال منذ العام 2003 وحتى اليوم على اعتبار أن الدعوة أو التلويح بالفيدرالية أو التقسيم دائما ما تستند عبد الرحمن إلى مواد دستورية مثبتة في دستور العراق، واللوم دائما ما يوجه لي إن صح الوصف للطبقة السياسية الشيعية التي أسهمت بشكل فاعل على أن تمرر وتثبت الفيدرالية في دستور البلاد. بالتالي فهناك دعوات تفيد من مختلف القوى السنية إلى أن ما يشاع عن نية لتأسيس هذا الإقليم لا صحة له، وبأنهم يؤمنون بوحدة العراق، وهذه هي القوى السنية العراقية التي بذات الوقت عبد الرحمن هي ترفض قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأجنبية من العراق، تريد لهذا القرار أن يكون مبني على توافق بين الكرد والسنة والشيعة في داخل مجلس النواب العراقي، لا أن يصدر مثل ما أعلن هو رئيس مجلس النواب العراقي في الجلسة من أن الجلسة كانت شيعية، وبأن هذا القرار والمضي به ربما يضغط ماليا واقتصاديا على العراق لدرجة كما يقول رئيس مجلس النواب قد تمنع السلطات من أن تفي بالتزامات المواطنين المالية. هذا بالنسبة لموقف الحلبوسي، بالنسبة للتظاهرات، بالنسبة للموقف الأمني كما سألت عبد الرحمن قبل قليل، يعني صباحا ألقي القبض على شفاء النعمة أحد أهم مفتي تنظيم داعش في الموصل من قبل الأمن العراقي، وطبعا بمعلومات أمنية واستخبارية تمكنت فيها القوات الأمنية العراقية من أن تلقي القبض على هذا الرجل الذي طبعا كما يظهر من أنه يتخذ موقعا لا يتمكن من التحرك بسهولة، ربما هو بدين لدرجة تلفت الانتباه حتى أن عملية إلقاء القبض التي نفذتها القوات العراقية استدعت لأن يحدث فتحة في حائط المكان الذي يختبئ به شفاء النعمة الذي تأكد أنه مفتي للتنظيم وابنه كذلك منخرط بالعمل يعني عمل الإفتاء
والعمل القضائي لتنظيم داعش ولخلايا التنظيم. وهذه التوصيفات عبد الرحمن مفتي في التنظيم وقائد خلايا يعني أن داعش بالفعل يحاول أن يعيد داعش أو تسمية أخرى يحاول أن يعيد النشاط المخفي للعمل الأمني والعسكري في المناطق المحررة. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في العاصمة العراقية بغداد عبد الله بدران، مع الإشارة أيضا للصفة التي كنت تحدثت عنها أيضا لهذا المفتي، من أحد صفاته هذا الحجم الكبير للغاية أنه احتاج لهذه الفتحة في أحد في حيط يعني لإخراجه من مكان تواجده. شكرا جزيلا لك عبد الله. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف أن الجيش الأمريكي لم يحصل على موافقة من الجانب العراقي لاستئناف عملياته في البلاد بعد الخرقين الأخيرين اللذين قام بهما من استهداف الحشد الشعبي في القائم واغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. خلف أشار إلى أن العراق يمتلك قوة جوية قادرة على تأمين أجوائه وحمايتها. أعلن جوناثان هوفمان مساعد وزير الدفاع الأمريكي أن الجيش الأمريكي ينقل قواته من قواعده في العراق إلى أماكن أكثر أمنا. هوفمان قال إن الجيش بدأ خلال الأسابيع الماضية تنفيذ بعض التحركات لتعزيز قواته ونقلها إلى مواقع أكثر أمنا. ولم يكشف المسؤول الأمريكي عن الوجهة الجديدة للقوات الأمريكية مؤكدا أن مكان انتشارها مرهون بالقادة الميدانيين الذين يقررون أين يجب أن تكون القوات الأمريكية وفي أي مكان بإمكانها أن تمارس مهام التدريب وعمليات مكافحة داعش. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة المباشرة من العاصمة العراقية بغداد. أما الآن فنعود وإياكم لاستديوهات الميادين والزميلة وفاء سرايا. إليك وفاء. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجود وحدات من قوات العمليات الخاصة الفرنسية في الشرق الأوسط. ماكرون وفي تغريدة له على تويتر قال إنه على الرغم من حدوث تغييرات في المنطقة فإن القوات الفرنسية تواصل مكافحة داعش، مشيرا إلى أنه نشرت وحدات القوات الخاصة في شبه الجزيرة العربية وفي الخليج في زمن قياسي قصير. وكان ماكرون قد أعلن عن إرسال حاملات الطائرات شارل ديغول إلى منطقة الشرق الأوسط بدءا من الشهر الحالي حتى نيسان أبريل المقبل لدعم عمليات الجيش الفرنسي هناك. الظهيرة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. حكومة الوفاق تطالب بدعوة تونس وقطر للمشاركة في مؤتمر برلين. من جديد أهلا بكم. ونستأنف الظهيرة من سوريا حيث استشهد مدني وأصيب آخر بقذائف أطلقتها جبهة النصرة على حي جمعية الزهراء غرب حلب. بالتوازي سجل الجيش السوري تقدما جديدا بريف إدلب الجنوبي الشرقي إثر معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة. تقرير هبة محمود. بعد تمهيد ناري مكثف سيطر الجيش السوري على بلدتين جديدتين في محور أبو ظهور شرق إدلب المعقل الرئيسي لتنظيم أجناد القوقاز. الاشتباكات كانت عنيفة معهم ومع مسلحي هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا. وبعد السيطرة على بلدة أبو جريف وبلدة تل الخطرة الاستراتيجيتين حصن الجيش مواقعه في بلدتين نوحية شرقية وغربية، وذلك بعد استئناف عملياته العسكرية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. تم استئناف العمليات القتالية باتجاه ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد خرق المسلحين للأدنة واستهدافهم للمعابر الإنسانية، وتم السيطرة على قرية أبو جريف وتل خطرة، والتقدم الآن مستمر باتجاه كريسيان وكريستال وصولا إلى خان السبل. استئناف العمل العسكري يأتي ردا على خرق المسلحين اتفاق وقف إطلاق النار وبعد محاولة المجموعات المسلحة مهاجمة مواقع الجيش السوري خلال الساعات القليلة الماضية. أما الاستهداف الأقصى من المسلحين فهو ما طال المدنيين، إذ تعرضت الأحياء السكنية لأكثر من 40 صاروخا خلال أقل من 12 ساعة على أحياء مساكن السبيل وشارع النيل والشهباء والخالدية
في حلب، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. جتنا إصابات نجد قذائف إرهابية في حي السكري، كانوا الحالات 18 إصابة، في طفلين شهيدين مجهولين، وفي شهيدين حولنا عليهم مشددة، وفي عنا هلا 14 ل16 إصابة، في طفل مجهول هوية بالعناية الجراحية، وال14 حالة لا زال يتم علاجهم في غرف العمليات. اللي صار مروع يا أخي، اللي صار مروع بكل الأشكال وكل المعايير. يعني اليوم هدول الناس ما عندهم إنسانية، يعني بغض النظر عن كل الأديان هدول ما عندهم إنسانية، مو دين. اللي صار إنه نزل صاروخ فوق العباد بنص الساحة، استهداف مدني بشكل خاص. هنا حلب وهناك إدلب، وبين هاتين المدينتين طريق واحد، لن ترتاح واحدة حتى ترتاح الأخرى. والآن ينضم إلينا من دمشق الزميل محمد الخضر مراسل الميادين. مساء الخير محمد. انطلاقا من تقرير الزميلة هبة محمود، إذن لا يمكن فصل ما يجري في حلب عما يحدث من توسع لأيضا الاشتباكات ودائرة الاشتباكات بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة بريف إدلب. إلى أين وصلت هذه العمليات العسكرية تحديدا بريف إدلب الجنوبي الشرقي؟ وماذا عن أيضا ما يحكي اليوم؟ أود تأكيد هذه المعلومة منك. هل هنالك من هجوم بري على ريفي حلب الغربي والجنوبي من قبل الجيش السوري؟ محمد مساء الخير. العملية أو هناك رد على استهداف الأحياء المدنية في حلب بغارات جوية وقصف مدفعي، غارات جوية عنيفة ومكثفة شملت مناطق واسعة في ريف حلب الغربي وريف حلب الجنوبي، تحديدا في كفرناها، في المنصورة، في جمعية الكهرباء، جمعية الصحفيين، عنجارة والزربة وخان العسل، وهذه قرى ومناطق تقع في ريف حلب الغربي. في الريف الجنوبي هناك في كاردا، في القراصي، مستودعات خان طومان، و المصادر الميدانية تتحدث عن أن الاستهداف هو لنقاط تحرك، معسكرات تدريب، مستودعات ذخيرة، ومركز رئيسي على ما يبدو للحزب التركستاني يقع في منطقة أو في محيط خان طومان. طبعا اليوم المسلحون استهدفوا أيضا الأحياء المدنية بحلب، يعني في ساعات الظهر كان هناك استهداف بثلاث قذائف على جمعية أو على جمعية الزهراء تحديدا، وهناك شهيد وإصابتان، وهو يعني بهذه الاعتداءات يكملون ما بدأوه بالأمس. كان هناك 8 شهداء في منطقة حي السكري. طبعا وفاء التداخل كبير جدا بالفعل بين المنطقتين، بين ريف حلب وبين الريف إدلب. أساسا الطريق الدولي الذي يأتي من حلب المسمى كما بات معروفا بM5 أو M5 من حلب إلى سراقب إلى معرة النعمان إلى حماة إلى آخره إلى دمشق حتى يصل. المسلحون يتواجدون على طرفي هذا الطريق. قبل ساعات، يعني تقريبا حوالي الساعة الثالثة، قبل أقل من ساعة كانت هناك اشتباكات عنيفة في جبهة إدلب الشرقية، تحديدا في منطقة أبو جريف، هذه القرية التي سيطر عليها الجيش السوري أول من أمس. صد الجيش هجوم عنيف للمسلحين لجبهة النصرة والجبهة الوطنية للتحرير على مواقعه في تلك المنطقة، وعلى ما يبدو أنه تمكن من صد هذا الهجوم، وحتى هذه اللحظة هناك اشتباكات عنيفة في محيط هذه القرية. شكرا جزيلا لك على كل هذا الشرح الوافي فيما يتعلق بالجبهتين، إن كان بريف حلب الجنوبي الغربي وكذلك فيما يتعلق بريف إدلب الشرقي. شكرا جزيلا لك محمد الخضر. أصيب 5 مقدسيين بجروح لدى اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين في باحات المسجد الأقصى. عناصر شرطة الاحتلال والقوات الخاصة اقتحموا عقب انتهاء صلاة الفجر باحات المسجد المبارك واعتدوا على المصلين بذريعة الإخلال بالنظام والقيام بأعمال الشغب، ما أدى إلى إصابة 5 مقدسيين. المصلون كانوا قد رددوا هتافات وطنية تنادي بحماية الأقصى وباب الرحمة. حصلت الميادين على صور مسربة تظهر آثار التعذيب الذي تعرض له الأسير الفلسطيني وليد حناتشة المعتقل لدى سلطات الاحتلال منذ 3 من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك قد اتهم حناتشة بالمسؤولية عن تمويل الخلية الضالعة في عملية عين بوبين. الصور التي حصلت عليها الميادين من عائلة الأسير وليد حناتشة تظهر أثر تعذيب وكدمات في مختلف أنحاء جسده، كما تعرض للضرب وهو مغمى عليه ومكبل اليدين. تسعى إسرائيل إلى ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وإلى زيادة عدد المستوطنين فيها من 400 ألف إلى مليون. وتعد المناطق جيم سلة الغذاء ومصدر المياه للفلسطينيين والمكان الموعود لهم للتطور الاقتصادي. التفاصيل مع الزميلة نسرين سلمي.
إلى ثلاث مناطق قسمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية. مناطق ألف وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية وتقدر مساحتها ب 18% من مساحة الضفة، ومناطق باء وتشرف عليها السلطة إداريا وإسرائيل أمنيا ومساحتها أقل من 20%. أما مناطق جيم التي تزيد مساحتها على 60% من الأراضي الفلسطينية فتسيطر عليها إسرائيل بالكامل وتسعى إلى ضمها. سيطرتها على مناطق سي وكان أعطتها ملكية لمناطق سي، وهذا ما تبرره اليوم عمليا بمنع الفلسطينيين من استغلال مناطق سي وتهجير الفلسطينيين من هذه المناطق، والآن بعملية المصادرات الهائلة التي تقوم بها. المخطط الإسرائيلي يرمي بالأساس إلى زيادة عدد المستوطنين من 400,000 إلى 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية. هو تعميق للاحتلال العنصري الاستيطاني الصهيوني على بلادنا، يعني هو طبعا ليس له قيمة دولية، يعني لا أحد في العالم يعترف بذلك، ولكن على الأرض وعندما يضم هذه الأرض يعمق التصرف في هذه الأرض. خطوة لتطبيق صفقة القرن ومخالفة للقانون الدولي، هكذا وصف الفلسطينيون المخطط الإسرائيلي وأعلنوا أنهم سيتوجهون إلى محكمة الجنايات الدولية. ليس فقط القانون هو القادر على تحقيق الحقوق الشرعية للفلسطينيين، ولكن هناك يعني جملة من الأدوات الأخرى المطلوب استخدامها سواء على صعيد الدبلوماسي والسياسي تحشيد الرأي الدولي، ومن جهة ثانية ميدانيا أيضا مطلوب جملة من التحركات. ضم مناطق جيم بما فيها غور الأردن سيعني إنهاء الحلم الفلسطيني بالتوسع الجغرافي أو حتى ببناء اقتصاد قوي، وخصوصا أن المناطق جيم تضم أفضل الأراضي الزراعية ومصادر المياه الجوفية وتعد مصدرا لسلة الغذاء الفلسطينية. تلك هي مناطق جيم وهذه مناطق باء، وهنا حيث أقف مناطق ألف قسمتها إسرائيل بما يخدم مصالحها ويسهل لها مصادرة ما تبقى من أرض ومحاولة إخراج من فيها من سكان والاستيلاء على ثرواتها الطبيعية. نسر سلمي، رام الله، الميادين. طالبت حكومة الوفاق الليبية بدعوة تونس وقطر إلى مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي يعقد بعد يومين في برلين. جاء ذلك في رسالة وجهت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق إلى السفارة الألمانية لدى طرابلس. وفي رسالتها رأت خارجية حكومة الوفاق أن أمن تونس من أمن ليبيا، وأن قطر كانت وما زالت من أهم الدول التي دعمت ثورة 17 من شباط فبراير، مضيفة أن مشاركتهما في مؤتمر برلين إنما تدعم محادثات السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا. والآن إلى الموجز الاقتصادي في الظهيرة مع زميلة أليسار كرم. مساء الخير أليسار. مساء النور وفاء، شكرا لك. أهلا بكم. يدرس مصرف لبنان المركزي طلب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إرجاء مقايضة السندات التي تستحق في أذار مارس المقبل في ظل ضعف الخيارات الحكومية قبل استحقاق بقيمة 1,200,000,000 دولار. ويأتي طلب خليل استنادا إلى تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني كي لا تعتبر إرجاء السندات تعثرا انتقائيا. ويتفاوض حاكم مصرف لبنان مع المصارف لإقناعها طوعيا بمقايضة سندات اليورو بونز التي تستحق في أذار مارس المقبل بأخرى ذات أجال أطول. اتهم المدير المؤقت لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا جماعات مؤيدة لإسرائيل بحشد تأييد البرلمانات الأجنبية لوقف التبرعات للمنظمة التي تعاني من شح في المساعدات. وقال إن الأونروا تعاني من صعوبات تتعلق بالميزانية بعدما أوقفت الولايات المتحدة وهي أكبر ممول للمنظمة تمويلها السنوي البالغ 360,000,000 دولار. واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل المنظمة بسوء الإدارة والتحريض على إسرائيل.
تباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى أضعف وتيرة في نحو 30 عاما في العام الماضي إلى 6.1% في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الصعب على أداء إيجابي بعدما أنعشت الهدنة التجارية ثقة الشركات، إضافة إلى إجراءات اتخذت في وقت سابق. المكتب الوطني للإحصاءات قال إن بكين ستبقي على سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية مستقرة، وسوف تتخذ المزيد من إجراءات الدعم مع مواجهة الاقتصاد ضغوطا تنازلية. انخفض معدل المواليد في الصين إلى أدنى مستوى في العام الماضي منذ تأسيس الجمهورية، ما يشكل تحديا طويل الأجل لحكومتها. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن عدد المواليد انخفض في العام الماضي بنحو 580 ألفا ليصل إلى 14,650,000. ويحجم الكثير من الأزواج في الصين عن إنجاب الأطفال بسبب تكاليف الرعاية الصحية والتعليم والسكن، فيما إلغاء سياسة الطفل الواحد المقررة عام 2015 لم تعطي دفعة كبيرة لمعدل المواليد. أوجد مهندسون في جامعة كولورادو الأمريكية نوعا خاصا من الإسمنت الحي الصديق للبيئة عبر خلط الرمال والهلام والبكتيريا، وذلك لاستخدامه في تشييد أبنية يمكنها ترميم نفسها بشكل تلقائي. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الإسمنت الجديد يمكنه امتصاص أشعة الشمس على شكل من الطحالب البدائية الطبيعية، كما أن إنتاج الإسمنت الجديد يوفر بديلاً صديقاً للبيئة لمواد البناء الكيميائية الحديثة، ويساعد على انخفاض نسبة انبعاث الكربون الناجمة عن الإسمنت التقليدي. بهذا نختم أخبار الموجز الاقتصادي ونعود إليك وفاء لمتابعة النشرة. شكراً جزيلاً لك أليسار. عراقية نجت من مرض السرطان تواصل معركتها من خلال رسم البسمة على شفاه الأطفال المصابين بالمرض. تقرير زينب طفيلي. صابرين عبد الزهرة ترسم البهجة على وجوه مرضى السرطان الصغار في مستشفى البصرة، تبحث عما يمكنه أن يعيد السعادة إلى قلوب هؤلاء الأطفال، تحاول منحهم السعادة وتعطيهم الثقة بالنفس والقوة للتمسك بالحياة. هذه الشابة العراقية التي اكتشفت إصابتها بالسرطان عام 2008 وبدأت رحلة طويلة مع العلاج في المستشفى نفسه، تبذل قصارى جهدها اليوم لمساعدة المرضى حتى لا يعيشوا المعاناة ذاتها التي تعرضت لها من قبل. النبات يعطونا كيمياوي أو جرع يظلون يبكون، إحنا ما نريد هاي الجرع أو ما نريد هذا المغذي أو شغلات، فإحنا نستعين بها، صابرين ما عندنا غيرها يعني نروح لها. مياو. ومع فريق يتألف من 4 متطوعين بينهم ناجية أخرى من السرطان، تسعى صابرين لنشر أجواء السعادة بين المرضى، إضافة إلى جمع التبرعات للمستشفى من الأفراد والمنظمات الخيرية. وتتحدث صابرين عن الدور الذي تقوم به انطلاقا من تجربتها مع المرض. هم بالطبع أنه أهلهم ما يعرفون شلون يتعاملون وياهم، لأن ما يحسون بالإحساس اللي يحسه المريض من ياخذ العلاج، ما يقدر ياكل، ما يقدر يتحرك، انفعالاته أساسا يعني مو منطقية، فأنا أتعامل وياهم بمثل ما أنا كنت. تتلقى صابرين مساعدة شهرية بقيمة 240 دولارا من الشبكة الطبية العراقية اليابانية، وهي منظمة غير حكومية تقدم المساعدات الإنسانية إلى مرضى السرطان في العراق. وتشجع صابرين الأطفال في المستشفى على الرسم وتبيع أعمالهم الفنية لاحقا من أجل توفير الدعم لهم وللأنشطة التي تنظمها. يوميا تجي صابرين على ردهات تلاعب بالجهال، تلاعب بالأطفال الزغار، طير الهم من روسهم. عندما تزور صابرين الأجنحة التي تضم في معظمها رفاق المرض، فإنها تعطيهم الدافع وترفع من معنوياتهم عندما تشرح لهم قصة حياتها مع هذا المرض وكيف نجت منه، فتمنحهم دعما نفسيا هم في أمس الحاجة إليه للتعافي. لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز عناوين الظهيرة. خيلي متشكر، خيلي ممنون. نبريد
المرشد خامنئي يؤم المصلين في طهران للمرة الأولى منذ 8 سنوات، ويشدد تأكيد ضرورة خروج الأمريكيين من المنطقة، ويدعو دولها إلى التعاون والوحدة. الجيش الأمريكي يقر بجرح عدد أو جنود له في قاعدة عين الأسد، وفضيحة في نيويورك تايمز بعد ظهور تلاعب بتاريخ الفيديو المزعوم بشأن استهداف الطائرة. وزارة الخزانة البريطانية تعلن إدراج حزب الله في لبنان بكل مؤسساته تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية. القوات المسلحة العراقية تؤكد أن الجيش الأمريكي لم يحصل على موافقة من الجانب العراقي لاستئناف عملياته في البلاد. شهداء وجرحى من جراء قصف هيئة تحرير الشام حيي جمعية الزهراء والسكري غرب مدينة حلب. جرحى في اعتداءات القوات الإسرائيلية على المصلين في باحات الأقصى، والميادين تحصل على صور مسربة تظهر آثار تعذيب الأسير وليد حناجة. بالتأكيد للمزيد دائما للأخبار من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر، يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. الظهيرة انتهت على رأس الساعة تغطية خاصة حول الكلام المهم الذي قاله اليوم السيد خامنئي مع الزميلة فتون عباسي. في أمان الله.